بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صباح السعودية. بداية صبح على زميلتي آمنة، صباح الخير. صباح الخير سلمان، وصباح الخير على مشاهدينا. أكيد خلال هذه الساعتين بنغير جونا، رح نعرف مواضيع كثيرة رح نناقشها مع ضيوفنا، رح نتعرف على فعاليات بتتصير في كذا منطقة بالمملكة بصحبة مراسلينا، فخلونا نشوف إيش هي فقراتنا. بداية مشاهدينا الكرام بفقرتنا الاجتماعية في حلقة اليوم، موضوعنا وقت الزعل كيف نتصرف. اليوم عندنا فقرة شكلك وموضوعنا كيف تجدد مظهرك. وفي فقرة صحتي مع موضوع منتشر هذه الأيام وهي مخاطر استخدام المشروبات الغازية في الطبخ. يكون معنا بإذن الله نقل مباشر من المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض، ويضم المنتدى أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقى، فقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته، أحبك كثر ما تسري شراييني وتجي عالباب، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقى، فقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته، أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي عالباب، وكثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك باللي بعد حزني وضيق الحال في قلب من شق الأرض لسما الإحساس، وصلت وميزك بجمال مطاغي وضحكة تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت زين وكملت. وميزك بجمال مطاغي وضحكة تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت زين وكملت. عندنا موضوع مثير للاهتمام في فقرة صحتي، وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام الكثير من الأشخاص الطعام والمشروبات الغازية والشطة بكميات كبيرة في أعداد الأطعمة، واللي تسبب أضرار جدا خطيرة على الصحة حيث تؤدي للإصابة العديد من الأمراض. فخلونا نتعرف على أضرارها. معنا بالاستوديو عبد الملك الغفيلي أخصائي تغذية علاجية. صباح الخير. صباح النور، حياكم الله. اهلا وسهلا، اهلا والله، يعطيك الصحه والعافيه، منورنا في صباح السعوديه. مثل ما قلنا الموضوع هذا منتشر بشكل كبير، نشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي خصيصا في موضوع استخدام المشروبات الغازيه وعدد من الامور في اعداد الاطعمه. خلينا اليوم نعرف الساده المشاهدين الاخطار والاضرار اللي ممكن تنجم عن هذه الافعال عندما يتم استخدامها بكثره في اعداد الاطعمه. هو لا شك انه
استخدام بعض الوصفات الترند في وسائل التواصل الاجتماعي يعني أمر غير صحي، إلا إذا تأكدنا من مكوناتها وأنها مناسبة لاحتياجنا، وما تكون أهم حاجة متعدية الحد اليومي المسموح فيه من المكونات الخطيرة خاصة اللي هي الملح، السكر، الزيوت والأطعمة المصنعة بشكل عام. نعم صحيح، السكر نشوفه بكميات كبيرة تدخل أثناء الطبخ، وخاصة زي ما يقول الطبخ الترند الحالي. نعم. اللي أثار اهتمامي أنه في طهي يستبدلون الماء بالشطة، ما أدري أنا هذا الشيء أول مرة يمر علي، وبكميات جدا كبيرة، فأكيد في أضرار مترتبة على هذا الشيء. نعم. المشكلة بس هذه الطبخات مو بس على الكبار، حتى على الصغار. خلينا نتحدث بشكل يعني تفصيلي حول الأضرار عشان يوصل لهم ويدركون الموضوع أن بهذه الخطورة. نعم، لا شك أنه مثل ما قلنا أنه استخدام بعض المكونات بإفراط يأثر على 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 الصحة، والشطة خصيصا فيها كمية كبيرة من الملح، كوب واحد منها أحيانا يتجاوز الحد اليومي كامل المسموح فيه للشخص الواحد، للشخص السليم، فضلا عن الشخص الصغير، فضلا عن الشخص المريض بالضغط أو السكر أو السمنة، اللي ممكن يكون استهلاك الكمية الكبيرة هذه أخطر عليهم. يقال أن الملح أصلا يبيل كميات قليلة في اليوم، فما نعم. بالك بهذه الوصفات الخطيرة قاعدين نشوفها. نعم. بالضبط. اليوم خلنا نبدأ الآن في المكان اللي انتهيت فيه أصحاب الأمراض المزمنة على سبيل المثال. نعم. السكر، الضغط خصوصا مع استخدام الملح، الأطفال، كبار السن، لما يتم استخدام هذه الأنواع في الطهي خصوصا تماشيا مع الترند مثل ما تفضلت في بداية كلامك، شو الأضرار اللي ممكن ترتب عليهم خصوصا أنهم عندهم مشاكل صحية أصلا وأمراض مزمنة على سبيل المثال؟ هو أصحاب الأمراض المزمنة لهم احتياج يومي أو حد يومي مسموح فيه من كل صنف من الأصناف أو مكون مكونات الأطعمة، فلا بد نراعي موضوع أنه ما نتجاوز الاستهلاك الكمية هذه المسموح فيها. مثلا من الأمراض مرض مثلا ارتفاع ضغط الدم لهم حد معين تقريبا 2.5 جرام ملح في اليوم المفروض ما يتجاوزونه، إذا تجاوزوه طبعا ممكن يؤثر بشكل مباشر على 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 صحتهم، على حالتهم الصحية. هذه مشكلة اليوم الترند بدون وعي، لما صح. نشوف طريقة طهي معينة وتحديات ممكن تصير في وسائل التواصل الاجتماعي، ونبي نصير نفسهم ونبي نسوي ونبي ونبغى نوصل الترند أصلا. هذا الهدف على سبيل مثلا نقول على سبيل الترند ويعني يوصل صيتهم، بس مين اللي بيتأذى؟ الصحة بالنهاية. يعني هذا الشيء المهم جدا في حياتنا لازم نستثمر فيها، فحابين حقيقي ناخذ منك نصايح نوجهها ايضا للكبار عشان يكون في توجيه كبير لصغارهم بخصوص هالمواضيع، وحتى الطباخين والناس عامه، لان في ناس جد طباخين يبون يجيبون اشياء جديده في طبخاتهم. طيب النصيحه اولا لصغار السن انهم يتبعون كلام كبار السن، والنصيحه لكبار السن انهم يتبعون للأدلة الإرشادية اللي تصدرها الجهات المختصة، مثل في السعودية عندنا وزارة الصحة السعودية أو هيئة الغذاء والدواء السعودية، في مواقعها موجود أدلة إرشادية محدد فيها الكميات المسموح فيها من كل صنف من أصناف الطعام أو كل مكون، وفيها نصائح برضو عامة عن طريقة تنظيم الأكل وطبخه وطهيه. أكيد. اليوم على سبيل المثال لنفترض من يتابعنا إن شاء الله وعسى الله يبعد الشر عن الجميع، شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو حتى من أنواع السكري المختلفة، إيش هي البدائل؟ يقول لك والله الملح صنف رئيسي في الطعام وأنا أحتاج الملح، السكر صنف صحيح. رئيسي، الشطة، إيش البديل طيب إذا أنا عندي مشكلة صحية؟ هو لا ما في إشكالية الملح إذا كان استخدامه ضمن الحد الطبيعي، فإذا استخدمنا ضمن الحد الطبيعي ما في إشكال بإذن الله أبداً، ممكن نقلل من استخدامه، نعوضه ببعض التوابل، بالليمون مثلا، مسحوق الثوم، بعض التوابل الثانيه اللي تعوض شوي من نكهه الملح المحببه. وعموما اذا كان ضمن الاستهلاك او الاستهلاك ضمن الحد
اليومي المسموح فيه فما في إشكال بإذن الله أبدا. وأصلا لابد بعد أن يكون لهم تواجد معاكم كأخصائيين تغذية، نعم. يتواصلوا معاكم باستمرار، يكون في إرشاد، نعم. يعني ما نقول شبه يومي، لكن مهم جدا أن يكون عندهم أحد منكم يتواصل معه. فهل نشوف هذه الثقافة عندنا حاليا ولا يبيلها أكثر نوجه لهم؟ الحقيقة وزارة الصحة مشكورة مؤخرا، يعني بذلت مجهود كبير في التوعية الوقائية تحديدا للأشخاص غير المرضى وبرضو للأشخاص المرضى، فأتحت لهم عدة قنوات للاستشارات الغذائية والصحية بشكل عام، الاتصال على 937 مباشرة، زيارة العيادات المتوفرة الآن، صارت العيادات التغذية متوفرة في المراكز الصحية، صحيح. فزيارة أقرب عيادة تغذية في أقرب مركز صحي برضو موضوع يساعد إن شاء الله كثير في أنه المريض ما يوصل لمرحلة المضاعفات لا قدر الله بإذن الله سبحانه وتعالى. لعلنا نختم في هذا المحور، احنا تكلمنا في البداية عن الطهي باستخدام المشروبات الغازية. المشروبات الغازية من الأساس أصلا لها أضرار في حال كثرتها وشربها بطريقة مفرطة، فخلنا نختم في هذا الجانب، في الإفراط في تناول المشروبات الغازية واستخدامها بشكل يعني كثير. يعني في ناس نفس الماء عندهم مثلا علبة المشروب الغازي، هو لا شك أنه الغازيات فيها كمية كبيرة وعالية من السكر، أعلى من اللي يحتاجها الشخص في وجبة واحدة، وأحيانا أكثر من اللي يحتاجه في يوم كامل في العلبة الواحدة. فالنصيحة أنه نقلل منها، نستبدلها أو نعود أنفسنا نستبدلها بالموية، بالمشروبات المسموح فيها، اللبن، الحليب، حسب يعني يمكن مع كل وجبة. والأطعمة تفضل الأطعمة بشكل عام، الأطعمة المصنعة يعني ننصح دائما تقليلها، استبدالها بالأطعمة الطازجة والحاجات الطبيعية. بالضبط بنفس السياق، طبخ عن طريق المشروبات الغازية يعني فكرة غريبة، لكن يقال أنه يضيف طعم جديد ونساعد على مثلا نقول يذوب اللحم أثناء الطبخ، يسوونه مع الكبسة، يعني أفكار جديدة. لكن إيش رأيك من الناحية الصحية؟ ولا شك أنها تأثر، يعني ما هو أي حاجة لذيذة ممكن نأخذها بكميات كبيرة أو متى ما بغيناها، ولو أخذناها يعني في مرة ممكن يعني ما نكررها، أهم حاجة ما نكررها. بس كيف هالمشروبات يعني مثلا تتعرض للحرارة؟ لا شك أنها تأثر، لا شك. السكر يعني لوحده والمشروب الغازي لوحده مؤثر، فكيف لو تعرضت للحرارة واستخدمناها في الطبخ؟ الموضوع بيبقى أخطر أكيد. أكيد إحنا نتمنى أن هذه الرسائل بالفعل تصل إلى السادة المشاهدين. وأمنا اليوم قبل أن نتكلم إحنا عن رسالة ولا عن نصائح ممكن تقدم في هذا البرنامج، اليوم الرقابة أيضا على موضوع وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها وموضوع الترندات خصوصا للجيل القادم والصغار لازم يكون بشكل أكبر في البيوت. يا الله، واللي يطلعون بث مباشر ويسوون على نفسهم أحكام، أمور كثيرة قاعدين يسوون في نفسهم وما يفكرون فيها على المدى البعيد على صحتهم. إذا شكرا كثير للأستاذ عبد الملك الغفيري أخصائي تغذية علاجية كان حديثنا عن الطبخ عن طريق المشروبات الغازية. ننتقل إلى فاصل قناة ونكمل مشوارنا. حلوين سبعة، واو.
شارق جميل اختيار كيوتنس شايلين معاهم براءتهم وحبهم للحياة. كيف الطعم مع بعض؟ تحب الكاراتي؟ كابا بنشن جيتسو ويغنون أغاني يحبونها. ليدي لوموني لي وسع وسع وش ذا الصوت الزين وزبس بس بيدك يما ثقة ثقة ثقة. أهلا وسهلا فيكم في برنامج أغني لك. بالمثابرة تتحقق الأحلام، هذه حقيقة تقولها لنا سير الناجحين دائما. القاعدة واحدة، لازم يكون الإنسان في تحدي مع نفسه مستمر. ما حد قال أن القمة تتسع لشخص واحد. رحلة بدأت بشغف وعاشت تعمل عليه حتى وصلت للنجاح. نزلت تحت خط الفقر لازم أدبرموه، يعني لازم ألقى لي حل آخر. ما أقدر أشتغل أي وظيفة إذا أنا ما عندي شغف. أي إنسان يجب أن يعطي نفسه فرصة. كل الأنظار الآن على المملكة، لازم تكون أنت تسوي أشياء ما حد يسويها. كوني رسام أو غير رسام ما كان يساعد. كلنا عقول وقدرات. إذا أنت إنسان سعيد فأنت ناجح. ألف ميل الخميس 8:30 مساء على السعودية. هلا ويا مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في صباح السعودية. حقق الاتحاد السعودي للفنون القتالية المتنوعة جائزة الاتحاد الدولي لأفضل اتحاد في تدريب وتطوير مدربين للعام 2022. جاء ذلك بعد أن أقام الاتحاد خلال العام الماضي دورتين للمدربين من الجنسين واستفاد منها 56 مدربا ومدربة، وتم تكريم الاتحاد على هامش بطولة العالم لفنون القتال المتنوع والتي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد. للتناول والتعرف أكثر عن الاتحاد السعودي للفنون القتالية باستطراد أوسع، ينضم إلينا من عروس البحر جدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفنون القتالية أو لفنون القتال المتنوع الأستاذ عبد العزيز بن جليدان. صباح عليك بالخير بداية ومبارك لكم هذا الإنجاز.
صباح الخير والله يبارك فيكم جميعا، وهذا الإنجاز يعم على السعودية بالكامل طبعا. أي والله صباح الإنجازات دوم سبب العزيز، وأكيد نهنئكم على هذا الإنجاز واللي يمثل مجال فخر لكل سعودي وسعودية على أرض هذا الوطن المعطاء. طبعا ودنا بعد حدثنا عن الجائزة، جائزة الاتحاد السعودي، وإيش هو شعوركم بعد تحقيق هذا الإنجاز؟ طبعا شعور كان جدا جميل، وهذا الشعور اللي يدفع الاتحاد للعمل أكثر لتحقيق أهدافه الاستراتيجية اللي هي تشمل تطوير المنظومة بالكامل من مدربين ولاعبين وحكام. أكيد، بس خلنا نسأل اليوم ونعرف المشاهدين الكرام بشكل أكبر عن تركيزكم كاتحاد على إقامة هذه الدورات لتطوير المدربين الوطنيين. طبعا المدرب يعتبر من أهم العناصر في الرياضة، وهو الأساس اللي يبني عليها الاتحاد لتطوير المنظومة الفنية، وكذلك المدرب عليه أنه يجهز اللاعبين للبطولات، إضافة أن كل ما طورت في المدرب كل ما هو وسع من أفكاره لتطوير اللاعبين من خلال التدريب والمعسكرات. والمدرب مو بس على مو دوره بس أنه يجهز اللاعب فنيا، دوره يجهزه فنيا وجسديا وأيضا ذهنيا، انه اللاعب يدخل على الفايت ويكون هو مرتاح ومطمن. صحيح، احنا ودنا نعرف في هذا العام 2023 يا ترى ايش هو هدف الاتحاد في هذا العام؟ طبعا الاتحاد يسعى لتطبيق خططه الاستراتيجيه الشامله لاقامه دورات مدربين ودورات حكام، ندوات رياضيه رجاليه ونسائيه. حلو. وتنظيم بطولات داخلية اللي هي تعطي الفرص للاعبين يشاركوا فيها، وتهيئهم وتجهزهم انهم يشاركوا في البطولات العالمية وان شاء الله يحققوا الفوز فيها. استاذ عبد العزيز، يعني احنا تعرفنا في هذه الفقرة على الانجاز الخاص بالاتحاد في تطوير المدربين، لكن اليوم لما يكون عندك مدرب جيد اكيد عندك لاعب جيد بناء على هذا المدرب. خلينا نتكلم عن ابرز انجازات لاعبي المنتخب في بطولات العالم لفنون القتال المتنوعة. طبعا الحمد لله بعد توفيق من ربنا حققنا ميدالية ذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين، كانت لصالح اللاعب عبد الإله عالم، وايضا برونزيه لمحمد القحطاني، وبرونزيه تاليه لعبد الله الاحمدي. وان شاء الله مستمرين في سعينا لتحقيق الانجازات ورفع علم المملكه عالميا باذن الله. باذن الله سبحانه وتعالى، ايش الاستحقاقات القادمه اللي مقبلين عليها لاعبي المنتخب؟ ان شاء الله عندنا احنا بطولات عالميه بتكون في بعد رمضان في شهر 5 وشهر 6، بتكون طبعا للناشئين، وايضا عندنا بطوله عالميه في اخر السنه بتكون برضه للناشئين وبتكون للجونيورز. فان شاء الله بنجهز اللعيبه من خلال التدريبات والمعسكرات ان نحقق فيها ذهبيه ان شاء الله لكل لاعب. اكيد ذكرت موضوع الناشئين والفئات السنيه الصغار في هذه اللعبه، فخلنا نسالك اليوم عن ثقافه هذه اللعبه فنون القتال المتنوع ومدى الاقبال ورضاكم في الاتحاد عن هذا الاقبال. الو تفضل. كنا نسالك عن الاقبال على هذه اللعبه، خصوصا ان انتم تشاركون في الفئات السنيه خصوصا للناشئين. اي طبعا الاقبال الحمد لله كان جدا جدا ممتاز، لانك كل ما انت دربت اللاعب وريته الفوت ستبس حقت الرياضه هذه كل ما اللاعب كان مرتاح اكثر. اكيد الحمد لله احنا بندربهم من خطوه بنطلعهم انهم نهيئهم انهم يكونوا طبعا من هواء الى نهيئ اللاعب يكون من هواء الى محترف. فاللاعب يكون طبعا داخل وبيعيش اللحظه هذه كل لحظه بلحظتها، فالحمد لله الاقبال جدا عالي واللاعب يكون مرتاح. هذا اهم شيء عندنا في الاتحاد، انه اللاعب يكون داخل الفايت ويكون هو مرتاح وما يحس عليه ضغط من اي ناحيه. يعطيك الف عافيه رئيس مجلس اداره الاتحاد السعودي للفنون القتال المتنوع الاستاذ عبد العزيز بن نجليدان، وبالتوفيق لكم يا رب.
اذا ما زلنا اكيد في سياق الرياضه. استضافت المملكه احداث رياضيه هامه منها بطوله ارامكو النسائيه الدوليه، واللي اكيد تعد اضافه مضيئه للرياضه السعوديه للناجحات الظاهره في الاستضافه والتنظيم. حابين نشوف اكثر حول هذا الموضوع، نتابع في هذا التقرير. ختمت بطولة أرامكو النسائية الدولية في موسمها الرابع عن فوز المصنفة الأولى عالميا النيوزيلندية ليديا كو بالمركز الأول، رغم تسجيل رقم قياسي جديد في اللعبة من إحدى المنافسات لها في نسخة هذا العام. I just tried to focus on my game. ركزت في لعبي وأدتي من أفضل اللاعبات، وحاولت أن أكون صبورة في لعبي وأفعل الأفضل، ومبسوطة جدا أن فزت بالبطولة مجددا. وعن زيارتي للسعودية، الكل كان مرحب جدا، والحماس والمنافسة كانت تدفعني أكثر أن أؤدي دوري، وأشكر الجميع على ترحيبه. مئة وعشرين لاعبة من نخبة لاعبات الجولف في العالم شاركنا في البطولة التي رفعت جائزتها في هذا العام إلى $5 مليون، لتعادل جائزة البطولة الرجالية في الجولف. جدا ممتاز من الناحية الفنية، كان في أداء مرة عالي. البطولة انتهت بسالب 20، وهذا نتيجة مرة عالية في عالم النساء. كان تنافس لآخر لحظة، الفرق بسيط من الأول والثاني، فالحمد لله سعداء بالنتائج تحققت. بطولة أرامكو النسائية الدولية تحت مظلة الجولة الأوروبية قدمت جائزتها من صندوق الاستثمارات العامة كأكبر جوائز الجولة الأوروبية خارج البطولات الكبرى. لقناة السعودية من المدينة الاقتصادية، وليد المالكي. عاد لكم مجددا أعزائي المشاهدين في صباح السعودية، وأكيد نرحب بكل من انضم لنا في هذه الساعة لمتابعة حلقة اليوم. فعاليات كثيرة آمنة تشهدها مدن المملكة جميعا. تكلمنا احنا عن الجانب الرياضي، وتكلمنا أيضا عن الجانب الإعلامي خصوصا اليوم في الرياض. أكيد ما ننسى المنتدى السعودي الإعلامي، ورح نخشون أمور كثيرة من هذه الأمور اللي أنا قريت عنها، عن التنمر اللي قاعد يصير عندنا بوسائل التواصل الاجتماعي. راح ينضم هناك خبراء وأخصائيين في علم النفس والاجتماع، لأن صراحة حقيقي هذه ظاهرة مستمرة وطولت كثير، وللأسف في كثير من المراهقين تأثروا نفسيا. بعض الدول أدى إلى الانتحار بسبب التنمر. مواضيع كثيرة حساسة ومهمة راح يتم مناقشتها خلال هذا المنتدى، وأكيد في صباح السعودية وفي القناة السعودية هنالك تغطية لهذا المنتدى الهام اللي صيته ما شاء الله. ما نتكلم بس عن المملكة، حتى احنا في 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 قطر ودول الخليج والعالم أيضا، الكل يتحدث عن هذا المنتدى المتعلق بمجالات الإعلام المختلفة، لأن مشاركينا من دول الخليج العربية الدولية، يعني شيء مرة مهم. وبإذن الله راح يكون اليوم وغدا. اليوم راح أكون حاضرة، فراح أوافيكم باللي أشوفه بإذن الله. نتكلم عنها في حلقة بكرة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا في جانب الإعلام وفي جانب الرياضة. ما ننسى أيضا عدد الفعاليات الثقافية اللي موجودة. أنا أتكلم عن خلال مشاهدتي فقط في العاصمة الرياض، ولكن كثير من الأمور راح تكون أيضا في مختلف الأماكن.
إذا مشاهدينا، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية إعلامية من دول عربية وعالمية، يقام اليوم المنتدى السعودي للإعلام واللي يستمر يومين ويسلط الضوء على تحديات جديدة اللي تواجهها صناعة المحتوى الإعلامي في خطم الثورة التقنية الهائلة للذكاء الاصطناعي. وتفاصيل أكثر أكيد مع زميلنا سلمان سليس. صباح الخير. صباح الخير آمنة، صباح الخير على سلمان زميلنا وضيفنا، وأكيد في بلده الثاني، وأجواء جميلة جدا. اليوم انطلق المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية وبحضور أكثر من 1500 إعلامي وبحضور صناع وخبراء والمؤثرين في هذا القطاع. للحديث أكثر عن هذا المنتدى ينضم بجانبي الدكتور محمد عبد الله الجحيلان، رئيس أمين هيئة الصحفيين. حياك الله أستاذ دكتور عبد الله، ودنا نتحدث عن المنتدى. حياكم الله وحيا الله المشاهدين. هذا المحفل العالمي حقيقة يمثل بصمة جميلة جدا في للمملكة، خاصة على المستوى الإعلامي، حيث أن هذا المنتدى الذي أسهمت هيئة الصحفيين السعوديين وهيئة الإذاعة والتلفزيون في الإعداد له منذ فترة طويلة، بما يشكله من جلسات متنوعة وبوجوه من العالم العربي وخارج العالم العربي من متحدثين في شتى المجالات، يمثل حقيقة إحدى الصور الوثابة التي تعيشها المملكة على المستويات المختلفة، والتي تعكس ما تنعم فيه المملكة من تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي وبعد حضاري في كل على كل الأصعدة. هذا المنتدى يعكس بعض هذه التفاصيل، وفي نسخته الأولى التي انعقدت في الرياض قبل 3 سنوات تقريبا كان لها أصداء نلمسها من خلال اجتماعاتنا مع الزملاء الإعلاميين في الدول العربية وفي ولدى المنظمات الخارجية، والإخوان في المنتدى استفادوا كثيرا من الإيجابيات التي تحققت في الدورة أو النسخة الأولى، وتحقق في هذه النسخة الكثير كذلك من تجاوز بعض الجوانب التي كانت أن تستكمل في النسخة الأولى. اليوم نشهد احتفالية كبيرة، ونشهد عالم إعلامي جميل يترجم خبراته وعطاءاته من خلال هذا المنتدى. التماس البشري يعني مؤثر جدا في عملية نقل الصور التي قد لا تنقلها كاميرات التلفزيون، ولكن كذلك على جانب المنتدى هناك جلسات ومعارض لجهات متعددة يسهم في نقل الصورة والجانب الآخر من الأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها. مثل إقامة المنتدى في نسخته الثانية، هل هو بني على النجاحات اللي حققتوها في النسخة الماضية؟ بلا شك. طبعا هو المنتدى في فكرته الأولى عندما درس في مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ورأس المنتدى في دورته الأولى وفي نسخته الثانية الأستاذ محمد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، هو بلا شك رصد جميع الأشياء التي يجب البناء عليها في النسخة الثانية، وتم يعني عقد عدد من الجلسات لبعض المستشارين الذين أبدوا بعض الملاحظات أو بعض المقترحات وأخذ بالكثير منها. كذلك من رجع الصدى الذي تحقق في النسخة الأولى من خلال آراء بعض الإعلاميين وبعض المفكرين وبعض من حضر المنتدى، أمكن الخروج من خلال الفريق الذي يعمل مع الأستاذ محمد بما نشهده اليوم من خلال هذه التظاهرة الإعلامية الجميلة. استهدفتوا في أجندتكم أسماء كبيرة جدا ومؤثرين في مجال الإعلام. الإعلام اليوم هو الرقم الأول والمؤثر في كافة المجالات. أنتم اليوم وش اللي حابين تظهرون منه في المنتدى؟ وش الفائدة اللي بتظهرون منها؟ أو إيش هي الحلول اللي بتظهرون منها متوقعينها؟ بالطبع عندما يتمزج الحضور بين المنظمات الدولية، بين ممثلين المنظمات الدولية والإعلاميين في وسائط الإعلام المختلفة والمغردين
والذين يخرجون في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. حشد كل هؤلاء في هذا الملتقى أو في هذا المنتدى، والهدف منه بلا شك هو أن يعكس الصور الحقيقية لواقع الإعلام في المملكة، لواقع النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة، لتبادل الآراء والأفكار، لإثراء مهنة الإعلام، لتدارس المشاكل التي تتعرض لها المهنة وإيجاد حلول لها من خلال هؤلاء الخبراء الذين حضروا. الأهداف الحقيقة عديدة جدا، بعضها نشاهد تحققه على أرض الواقع مباشرة، وبعضه يحتاج إلى أن تفرق بعض الأفكار والأشياء التي توصل إليها الجمع، هذا الجمع الإعلامي، في بالحب الاستفادة من هذه الطروحات التي عقدت، وإن شاء الله يكون بإذن الله أنجح من النسخة السابقة، وإن كانت النسخة السابقة ناجحة بشهادات الغير. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك دكتور عبد الله الجحلان، طبعا أمين هيئة الصحفيين. هذا مكان لدي آمناه سلمان، ومستمرين إن شاء الله في تغطية المنتدى. تواجد كبير من وسائل الإعلام العالمية في المنتدى في العاصمة الرياض، عاصمة الإعلام العربي، أسماء كبيرة حاضرة اليوم، وهناك فيه اليوم عدة جلسات. من انطلقت قبل قليل أول جلسات المنتدى في يومه الأول، وراح يناقش الكثير من المواضيع اللي تهتم في قطاع الإعلام. شكرا لك زميلنا سلمان السمي، ما قصرت على هذه التغطية، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون منتدى على مدى يومين مهم بشكل كبير بالنسبة لكل مهتم في مجال الإعلام. آمنة، أكيد راح ننتقل لفقرة أخرى حول المظهر. طبعا تغيير المظهر ما يعتمد فقط على الملابس، هناك العديد من الخطوات لابد من اتباعها حتى تحصل على ستايل متجدد ومناسب لإطار لك، حتى عشان تحس كذا بتغيير في حياتك. ونقدم لكم فيما يلي خطوات بسيطة عشان نجدد المظهر وتضفي حتى كذا لمسة جمالية متجددة، يعني مو بس عشان حتى على نفسيتنا، مع مستشارة المظهر الأستاذة الشيخ الحميدي، وأكيد صاحب تجربة في الاستشارة المظهر الأستاذ حركان. يا هلا والله فيكم، صباح الخير. يا هلا وسهلا فيكم أستاذ الشيخ، احنا سعيدين بوجودك معنا في صباح السعودية. بداية خلينا نتكلم بشكل عام ونوضح هذه المسألة للسيد المشاهد. ممكن دائما مرتبط المظهر الشخصي والاهتمام بالمظهر الشخصي بأخواتنا على سبيل المثال، ولكن اليوم من خلال مجالك واختصاصك، أهمية المظهر الشخصي للرجل والمرأة على حد سواء. أول شيء صباح الخير عليكم وعلى الجميع، وشكرا على الاستضافة الجميلة. بالنسبة للمظهر، المظهر أبدا ما يكون يعني فقط للمرأة، هو جانب مهم للمرأة والرجل، لأنه بيعتمد على أزياء وألوان. إحنا دائما بشكل مستمر بنروح ونتسوق، وأحيانا بيكون عندنا التسوق بشكل خاطئ، فجلسات المظهر تساعد كثير في تنسيق الصورة الشخصية للمظهر، لأن الصورة عندنا هي اللي بتعكسنا للناس حوالينا. فالاستشارة هي جانب مهم، أول شيء بيكون فيه قواعد وأسس لاختيار الأزياء، وبالإضافة إلى طريقة التسوق الصحيحة، فهي جانب مهم للرجل وللمرأة. بالضبط صحيح. أنا في جانب لون البشرة، شكل الجسم، الطول، يعني يدخل بشكل كبير بتفاصيل مظهر الشخص. صحيح. وهذا الشيء مو فقط للمرأة، إنه البشرة ولا شكل القوام، حتى الرجل عنده تقريبا 6 أشكال من القوام. فدحين في السنوات الأخيرة، هنقول الخمس سنوات الأخيرة، صار الجانب هذا مهم للرجل، فدايم يسأل إيش اللبس المناسب، كيف أتسوق، كيف أختار. فلما صاروا يأخذون هذه الجلسات صار يعرف شكل القوام، في قوام المثلث اللي بيكون عريض الأكتاف، في ناس بتكون عندهم لا اللي هو المسطرة اللي ما فيه أي شيء، ما فيه أي، حتى لما الوزن يصير زايد عنده بتلاقينه كامل الوزن. في الشكل المربع، في الشكل اللي هو المثلث المقلوب، فهذه كلها طبعا بتفرق معانا إحنا لما بنختار الكجول. الرجل يختار الكجول هنا بيفرق معه، حتى اللي هو طريقة اللي هو الشماغ اللي هو ندرس لهم هندسة الوجوه، اللي يسموها هندسة الوجوه، اللي كيف تعرف شكل وجهك، كيف تضبط الشماغ على حسب، بدل ما تعطيك يعني نحب أكثر أو عرض أكثر،
الدقين، أمور كثيرة وتفاصيل كثيرة. إحنا كنا نتصور إذا لبسنا الثوب والشماغ مثل ما قلت إذا نسر على نفسنا مهما كان يعني شكل اللبس، لكن بالفعل هذه الأمور مهمة للغاية، وأتوقع أنا راح أحتاج جداً جلسات في هذا الموضوع. ومدامنك موجود هنا بالعكس والله تسعد خبراء باستضافة. أكيد. الأخ حركان، خلنا نتكلم عن تجربتك الشخصية في مجال الاستشارات الخاصة بهذا الموضوع، كيف أضفت لك على الصعيد الشخصي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر قناة على تحتي لهذه الفرصة، وأشكر بالذات صباح السعودية. بالنسبة لأول يعني كان في السابق الإنسان لما يروح يتسوق يأخذ له تقريبا وقت طويل من وقته وجهده وحتى ماله، لكن لما يجي أخذ دراسات الألوان ويعرف تخصص في الأمور هذه يعرف وش بيختار بالضبط كتنسيق شماغ وكم مقاسة، بالنسبة للثوب ألوان، لما تروح الخياط تشوف عندك عدة ألوان، لما تشوف تدرس دراسة الألوان بشكل دقيق تعرف تختار اللون المناسب لك، تكون تطلع لما تروح المناسبة أو أي محفل أو زي كذا تكون واثق من نفسك، حتى ما يقول ليش ما اخترت اللون فلاني، ليش ما اخترت الشكل فلاني، تكون واثق الحمد لله يعني. بالضبط أستاذ حركان وأستاذ الشيخة، يعني الناس يعني بتسألون يعني أنا إيش أستفيد، خلاص ألبس وخلاص. أيوة. ترى حتى يمكن راح يفيدهم بإيجاد وظيفة، بإنجاح مشروع. صحيح. في أمور كثيرة تدخل بالمظهر بالطابع الأول. شوفي هي كثير يسألوني المتدربات أنا إيش راح أكون بعد ما تخرج. هي ممكن تكون مستشارة مظهر تشتغل بشكل بالعمل الحر، أو تنتسب لمؤسسة قائمة زي عندنا، أو إنها تكون تبع شركة أزياء إنها تكون منسقة للمظهر. وهذا هذا الجانب ترى مفعل يمكن عندكم في قطر والإمارات أكثر من عندنا، يعني تو اللي بدأ عندنا في المكياج كمان، في المجوهرات. تخيل يعني حتى اختيار المجوهرات، الذهب، حتى المكملات الأزياء الخاصة بالرجل، إنه كيف يساعد، كيف يختار الإكسسوارات المناسبة لدرجة البشرة، كيف درجة البشرة من ناحية دافي وبارد، الألوان الفضية، الألوان الذهبية، ممكن تشتغل حتى في محل نظارات، ممكن تشتغل في المجال التدريبي، ممكن تكون منسقة صورة هنا حتى في التلفزيون، في الوسائل الإعلامية، إنه كيف صحيح. مثلا أنسق الصورة الخاصة بالمقدمين البرامج الخاصة في اللي هو المسلسلات، الفكرة تبعها ممكن تكون اللي هو منسقة للصورة المكانية. الصورة المكانية هذه كمان ندخل فيها في جانب الديكور، فإحنا كمان نعطي في هذا المجال. فكان بعد عندنا التعاون مع شركة أدنك في هذا المجال، كان في أزمة كورونا فكان مرة مهم. في مجالات بالعكس كثيرة. أستاذ الشيخ، من الأمور اللي ممكن ما كنت أعرفها سابقا ولكن موجودة هي بالفعل وهامة للغاية، هذه الأمور اللي هي أن كل موسم له ألوان معينة. صحيح. وموضة معينة في اختيار حتى أنواع القماش وشكله. خلينا نتكلم عن هذا الموسم بالتحديد، الترند أو الموضة الدارجة حاليا. مرة مهم، لأنه الألوان خلينا نقول في الشتاء، في المواسم الشتوية دائما بنميل للألوان الداكنة. فخلينا أقول لك اللون البني، اللون البني العودي زي الثوب اللي أنت من الألوان الدارجة، يعني اللون ما شاء الله تبارك الله. واللون اللي هو الأحمر الغامق تمام، هذا مو بس في الأزياء، صار حتى في الديكور. اللون السماوي، الألوان الترابية أحيانا إذا أنا ما أعرف أختار في ألوان الموضة أو ماني عارفة من فين أجيب مصادر ألوان الموضة، أنا ممكن ألبس من درجات اللي هو النود اللي هو تبع التدرج الخاص بالبشرة. الحين نستعرض بعض الصور. أي صحيح. هنا حكينا أكثر إيش المقصود بهذه الألوان. هنا اللي هي الصور بتكون خاصة في جلسات التحليل. هذا النظام إحنا بنستخدمه في خبراء للناس اللي تكون نتعامل معها عن بعد، يعني نقدم الاستشارة سواء كانت هنا أو عن بعد. طيب هنا الألوان لو نرجع لأول صورة بتلاحظون اللي هو الصورة الأولى، هذه الصورة الأخيرة. الصورة الأولى هنا فيها الذهبي، وفي بعدها تجي صورة اللي هي باللون الفضي تمام. اللون الذهبي والفضي يعني شايف كيف هنا فيه سوفت، فيه نعومة، ما فيه هنا تجاعيد. فاللون الفضي عنده هنا بيكون مندمج معك، تكون درجة البشرة باردة. فحنا حللنا هذا أستاذ طارق، طبعا هو كان يعني ما عنده مشكلة في الظهور، فحطينا اللي هو الألوان دحين الدافي عجلة اللون، طبعا ما ناسبته على طول طلعت له التجاعيد وعملت هنا باللون الأخضر. يعني كيف تخيل اللحية كيف
أو الشنب كيف يأثر يتغير من لون للون. بعدين حطينا له علشان نتأكد، دائما أعطي البنات مفاتيح للتحليل عشان تكون سهلة. بعدين اللي هو اللون، عجلة اللون البادة مع اللون الفضي كيف انعكست بشكل جميل جدا. بعدين خلاص احنا خلصنا هنا، عرفنا درجة البشرة عنده باردة. راح نشوف المواسم الباردة اللي هو الصيف والشتاء. الصيف ناخذ له اللون الأبيض، والشتاء ناخذ له اللون الأسود. إذا تفاعل اللون الأسود معه بشكل كويس فحيكون بشرة باردة موسمها شتاء، أما إذا تفاعل الأبيض بشكل كويس فحيكون بشرة باردة موسمها صيف. فهو هنا حتى شوفوا حطنا تدرج الفضي فكان مناسب، فهو تفاعل معه اللون الأبيض فكان جميل. فهنا البشرة بشرة باردة موسمها صيف. فبعد كذا اللي هي بطاقة اللون الملونة هذه، فيكون عنده مثل بطاقة تعريفية خاصة بما يتناسب. هذه البطاقة اللي نقدمها للأشخاص سواء كانوا سيدات أو رجال، تساعدهم في التسوق. في التسوق إنه كيف تختار اللون، كيف تختار قصة التصميم من غير المجلة. الحين أستاذ حركان ارتاح. أيوة الحمد لله. هذا اللي كنت بسألك يا أخوي حركان، يعني إيش اللي خلاك تلجأ إلى مثل هذه الاستشارات الخاصة، وإيش اللي فرق معك بعدين؟ مثلها زي مثلا إذا جيت بتأسس بيت لابد ترجع المخطط والمستشارين، وتقدر تقوم ببناء من بداية هو البناء إلى نهاية التصميم كويس. هو نفسك في التصميم شكل مظهر بحيث إنك إذا رحت المناسبة وزي كذا تكون لائق. هذا شيء تقريبا حقيقي. أستاذة شيخ، حابين نعرف القطع اللي تعبر عن المظهر الخارجي من حيث الخامات والقصات كيف يتم تنسيقها؟ دائما قبل اي قطعه لازم اشوف رسمه القوام عندي وايش اذا كان عندي وزن زايد. اذا كان عندي وزن زايد فانا لازم ابعد عن اي خامه سميكه او اي خامه فيها مربعات او متشجير كبير او لانها حتزيدني. فالخامات ناخذها اذا كنا ممتلئين نبتعد عن القاسي منها او الثقيل او صاحب النقشه الكبيره. إذا كان لا الجسم متوازن فأنا ممكن أختار النقش اللي تناسبني، لكن الأهم أني أختار اللون اللي يناسبني. ولازم نعرف أنه كل الألوان في منها الدافي والبارد، حتى عجلة اللون الدافية ممكن بالمزج باللون الأبيض أو اللون الرمادي تنتقل للبارد. فكثير يقول طب أنا بشرتي باردة، هل أنا راح أخذ اللي هو الألوان بس الباردة هذه أو لا؟ لا صحيح. احنا ممكن ننسق اكثر من 100 لون، اكثر من البطاقه، اكثر من البطاقه اللي هو ياخذها الاساسيه. فاللون مهم لتناسبه مع البشره، وانتم شفتوا في الصور كيف انه خفف الهالات، خفف التجاعيد. يعني دائما احنا نبغى نكون بعمر اصغر وتناغم في اللون والصوره، فهذه هي يعني خلينا نقول لك المهم. اتوقع استاذه شيخ ذكرتي نقطه وهي تهم كل من يتابع، حتى الشخص اللي ممكن يكون وزنه مثالي دائما يخاف من زياده الوزن على سبيل المثال، تاثير زياده الوزن على اللبس والمظهر العام. تكلمنا عن انواع القطع والقماش وكيف ممكن تؤثر وتتناسب مع اشخاص وما تتناسب مع اشخاص ثانيين، لكن هل اللون ايضا تاثير على الشخص الممتلئ حبتين شوي؟ أيوة. في الوزن الزائد يفضل انه ياخذ الوان داكنه علشان تقلل، ويفضل انه يعرف الرجل بالذات مو المراه انه هناك مكملات ازياء بتشد مناطق، يعني في البعض عنده البطن بطن عليا او بطن سفلى، فانا كيف ممكن اشدها في مشدات خاصه للرجل سواء تكون كامله او في مناطق معينه. فهذه مهمه الرجل انه يعرفها، خصوصا لما هو يحتاج انه يشتري كاجوال عشان هو مسافر، علشان هو يبغى حتى لو كان في نادي رياضي ايش ممكن يلبس، حضر مناسبه مهمه وكان انه البطن عنده مره بارز ايش ممكن. فهذه مفيده جدا جلسات الاستشاره، او على الاقل اذا ما تبغى جلسات استشاره متكامله سواء كان مراه او رجل اسال في الجانب هذا، يعني استشاره محدده. فليش اكون تايه؟ فاحنا بالنهايه نبغى صورتنا في الصور في الاماكن يعني باطلاله جميله ومتناغمه. بالضبط. اللي تيه ترى بيخسر فلوس كثير، يعني احنا خاصه البنات نشتري بعدين بعد فتره نقول انا ما ناسبني ما ناسبك، ويا ارمي او يقعد عندي سنوات في الدولاب حبيس الخزانه. فيعني فلوس تروح على الفاضي، ما انا اعرف ايش راح يصير، يعني راح افيد نفسي وافيد جيبي. هو مو بس كذا، هو حتى يعني تخيلي في صبغات الشعر، في العدسات،
في المجوهرات بصبوات الشعر، هذه كلها يعني اشياء مهمه. يعني موضوعكم اصعب استاذ الشيخه، موضوع الخوات اصعب. خلونا نروح للاخ حركان ونقول عنه يعني في ختام هذا اللقاء، ونتكلم بصفتنا شباب اليوم. اليوم بينك وبين اصدقائك في الديوانيه ولا في الشغل في الدوام، شو اللي فرق معاك اليوم وانت عندك خلفيه على الاقل ولو بسيطه وخبره في هذا المجال تحديدا؟ حلو، سؤال مهم. كثير دائما نشتري اشياء وطبعا شكل بيكون ليتني اخذت اللون الفلاني، اخذت الشكل الفلاني، اخذت الشماغ الفلاني، اللون الفلاني، ليش لي مخت... لكن لما تكون دارس دراسه وفاهم وخدت على استشاره ما قالت استشاره، فتروح متواثق من نفسك. أكيد. على طول يقول شكلك كذا حلو وكيف نسقته كيف سويته، فتكون واثق من نفسك. أكيد. صحيح. او شخص هذا عنده كاريزما، في اطلاله، في جاذبيه اول ما يطل او تطل علينا. هذا يعني خطوه مره مهمه. يعطيكم الف عافيه. توعيه نقطه مهمه أمس. توفر الجهد والمال والوقت، ترى مهم حتى الوقت. احنا في ختام هذا اللقاء يعني لا يسعنا الا نشكركم على وجودكم معنا في صباح السعوديه. نشكر مستشاره المظهر الاستاذه الشيخه الحميدي وصاحب تجربه في استشاره المظهر الاخ حركان، مشكورين ونورتونا في صباح السعوديه. نوركم الله يسعدك. شكرا لكم. عودة لكم مجددا أعزائي المشاهدين في صباح السعودية، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وانطلاقا من التزام المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والتنموي، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث. تفاصيل أكثر راح يطلعنا عليها زميلنا صالح العمري. صالح، صباح الخير والكلمة لديك. صباح الخير. صباح الخير عليك وصباح الخير على متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. وفعلا اليوم انا متواجد في هذا المنتدى، منتدى الرياض الانساني الثالث، اليوم من ساعات الصباح الاولى والجميع متواجد هنا في هذا الموقع لحضور فعاليات هذا المنتدى الذي سينطلق باذن الله خلال الساعات القادمه. هذا المؤتمر او هذا المنتدى الذي تنظمه او ينظمه مركز الملك سلمان للاعمال الاغاثيه والانسانيه، وبرعايه كريمه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله، وايضا بحضور امير منطقه الرياض صاحب سمو الملكيه الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز. اليوم احنا من ساعات الصباح الباكر متواجدون هنا لحضور هذا المنتدى الذي يساهم في تطوير وإظهار الأعمال الإنسانية ودورها في مواكبة الأحداث والمتغيرات التي تكون في ضمن الأحداث الإنسانية. يمكن أنا لو تكلمت عن هذا المنتدى الذي يعد فرصة كبيرة للمهتمين في موضوع الإغاثة والمجال الإنساني لحضور الورش العمل التي ستعقد بإذن الله في الساعات القادمة لمناقشة مع مجموعة كبيرة، وأيضا يمكن لا أنسى أن هذا المنتدى يأتي بالمشاركة أو بالشراكة مع الأمم المتحدة لحضور هذا المنتدى. مجموعة كبيرة من الورش العمل التي ستعقد بإذن الله لمناقشة الأساليب ومناقشة العمل الإنساني الذي
يهتم به كثير من الجهات المعنية لمواكبة الأحداث والتغيرات التي تحدث في هذه الأيام. وخليني أقول أيضا مساهمة في إنقاذ الأشخاص، ويمكن زي الفترة الماضية الأحداث الماضية التي حدثت في تركيا وسوريا، طبعا المساعدات الإنسانية وأيضا المساهمات الكبيرة التي من جميع دول العالم للمشاركة في مثل هذه الأزمات. مشاهدينا الكرام، يمكن مثل هذه المنتديات تعطي دافع كبير للمهتمين للأعمال الإنسانية وللمشاركة وتبادل الآراء. يمكن أنا كثير من الجهات العالمية والجهات الخليجية والعربية هذا اليوم متواجدة في هذا الموقع، يتبادلون كثير من المعلومات والخبرات بين يعني الدول المختلفة للمشاركة في وضع بعض الحلول، أو خلنا نتكلم عن تطوير الأداء في بعض الجهات المختلفة. أيضا المبادرات، لا ننسى المبادرات التي ستكون خلال هذا المنتدى، المبادرات الإنسانية، المبادرات لتطوير هذا العمل الإنساني. يمكن مشاهدينا الكرام، العمل الإنساني والإغاثة جزء مهم جدا في الوقت الحالي لما يشهد هذا العالم من تغيرات مختلفة، تغيرات مناخية أو يعني إمكانية لتطوير الأعمال الإنسانية. يمكن هذا كل ما لدي في هذا المنتدى، خلوني أعود لكم في الزملاء لاستكمال برنامج صباح السعودية. تفضل الكلمة لك. يعطيك العافية زميلنا صالح العمري من منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، شكرا لك. يعطيه الصحة والعافية. والآن السادة المشاهدين نترككم مع موجز لأهم الأخبار. مشاهدينا يا هلا والله فيكم في ساعتنا الثانية من برنامج صباح السعودية. أتمنى الكل كذا مغير جوه وصباحه حلو أكيد بصحبتنا، وإحنا صباحنا مرة غير بصحبتكم خلال الساعتين بإذن الله. أكيد آمنة، الله يعطيك الصحة. كيف الأجواء حاليا في ساعتنا الثانية؟ الأجواء جميلة جدا ومستمتعين بهذا التواصل أمانة من خلال صباح السعودية، وهذه الردود طيبة، ردود الفعل اللي أخجلتنا أمانة وحفاوة الاستقبال من قبل المجتمع وكل من تحدث بالأمس. مشاهدينا خلونا نبدأ معاكم موضوع ساعتنا الثانية. قد يشعر كل فرد منا بالتوتر في مرحلة ما من حياته، لأن القلق شعور شائع وطبيعي أكيد بين البشر، بينما يتمكن البعض من التعامل مع مثل هذه الضغوطات والقلق بشكل صحي، إلا أنه بالنسبة لأشخاص آخرين يصبح تراكم الضغوط أكثر أو أكبر من قدراتهم على التحمل، ويؤدي أكيد إلى ما يسمى بمصطلح اضطراب الاحتراق النفسي. تفاصيل أكثر عن هذا المصطلح سعدنا أن يكون معنا بهذا الصدد من استديو حايل المستشار النفسي الأستاذ فهد بن مسلم. حياك الله معنا وسعيدين بوجودك معنا في صباح السعودية. أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وأكون سعيد معكم في الاستديو هذا المساء. وشكرا لك على تلبية الدعوة أستاذ فهد. إحنا سمعنا بالاحتراق الوظيفي، لكن خلينا نجي باحتراق آخر وهو احتراق النفسي. يا ترى إيش هو هذا الاحتراق؟
طبعا الاحتراق النفسي هو ضغط نفسي على النفس البشرية، سواء هذا الضغط يكون على ضغط عمل، ضغط أسرة، ضغط مالي، ضغط نتيجة أمراض، يسبب الضغط النفسي لدى الإنسان ويجعل هذا الإنسان تحت هذا الضغط، ويسمى هذا الضغط النفسي. والضغط النفسي له مؤشرات قبل حدوثه، لأن هذه المؤشرات كل إنسان منا يتعرض للضغط النفسي. نتيجة هذا التعرض يكون يأتي الإنسان أربعة أشياء، هذه مقدمة للضغط النفسي. مرحلة الإنذار، يعني مرحلة الإنذار هذه أخطر شيء في الضغط النفسي، أنه أنت كنت تنام وتاكل ومستمتع وفجأة وبدون سابق إنذار دخل شيء لجسدك خلاك متوتر، قلق، توتر النوم، توتر الطعام، لا تأكل، الشهية منغلقة، يبدأ هذا في عملية الإنذار. إذن هنالك حالة من الإنذار لم تنتبه لها، وهذه مشكلة كبيرة جدا. بعد ذلك يتحول إلى مرحلة التكيف. الإنسان إذا ما حل هذا الضغط النفسي اللي عنده يحاول يتكيف معه بأي طريقة كانت، ومن خلال هذا التكيف يريد مثلا أن يساير الأمور، لكن طبعا حيتعب الإنسان في هذه المرحلة، ثم يتحول بعد ذلك إلى الأمراض النفس جسدية. شوف هذه المرحلة الثالثة يحاول يقاوم الآن. بعد مرحلة المقاومة يتحول إلى الأمراض السيكوسيكوماترية، الأمراض النفس جسدية، يلقي هذا الضغط النفسي مرض على جسد الإنسان، ثم يتألم في هذه الحياة، يكون عنده ضغط ولا أمراض القلب ولا القرحة ولا أو القولون العصبي أو القولون الهضمي، كل هذه الأشياء واضطراب الدورة لدى النساء كلها من خلال هذا الضغط. أكيد اليوم ممكن يعني عدد كبير وشريحة كبيرة من يتابع هذه الفقرة ممكن مر في مثل هذه الأعراض الأربعة اللي تفضلت وذكرتها أستاذي الكريم، لكن متى بالضبط عند أي عرض يجب أني أقف الآن وأقول أن أنا في مرحلة خطرة بما يسمى بالاحتراق النفسي؟ طبعا المراحل عندنا أربع مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الإنذار، وهذه المفروض أن كل إنسان منا ينتبه لها جيدا، لأنه حتدفع الثمن فيها غالي، صدقني حتكون بالنسبة لك مؤلمة. مرحلة الإنذار، تخيل أخي الكريم أنك كنت تنام وشهيتك مفتوحة للطعام وكنت تستمتع وشارك الأصدقاء، وفجأة دخل عليك شيء خل هذا الجسد، يعني صار عندك قلق وتوتر، ما تقدر تنام، شهيتك غير مفتوحة، تفكر كثير، معناته أنت الآن مرحلة الإنذار. مرحلة الإنذار جالسة تقول لك انتبه، ترى في شيء دخل عالمك، يعني إذا ما حليته حنتحول مرحلة التكيف، بمعنىك حتتكيف معاي. التكيف هذا مش حيستمر، حياخذ فترة فقط من الوقت، تحاول انك تساير تقول بمشي الأمور، بمشي بمشي، طيب إلى متى احنا نمشي؟ بعدين حتتحول التكيف إلى مرحلة أخرى، وهي للأسف يعني تحاول مقاومة، تقاوم هذا الألم، بعدين يتحول إلى مرض، إلى تأثير جسدي، يسمى الأمراض السيكوسيكوماترية. بالضبط، كثير من الأمراض النفسية أصلها مرض جسدي. طب هنا أستاذ فهد أنا ودي أعرف، وحتى مشاهدينا، يا ترى إيش الفرق بين الضغط النفسي والاحتراق النفسي؟ إيش الفرق بينهم؟ ممتاز. الاحتراق النفسي هو عملية إن, إن, إن تعطي طاقتك فوق، يعني معليش الله سبحانه وتعالى يا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم، لا ما كسبت عليه ما اكتسبت. طبعا الإنسان أحيانا يكون له طاقة معينة، فيتضغط عليه في العمل، يحترق في العمل ليضيء لغيره، يحترق من أجل أسرته، يحترق من أجل مثلا مجتمعه بطريقة أكثر من اللازم. هذا الضغط، الاحتراق النفسي عن طريق العمل أو الأسرة أو المهام اليومية، تؤدي بعد ذلك إلى ما يسمى الضغط النفسي، ينضغط نفسيا، يتحول إلى ضغط نفسي. الضغط النفسي يمر في أربعة مراحل ذكرناها قبل قليل، اللي مرحلة الإنذار، وبعد مرحلة التكيف، وبعد مرحلة المقاومة، وبعد مرحلة المرض اللي الآن طبعا حيدفع الضريبة. لكن البعض ممكن يستمع إلى كلامنا أستاذي العزيز ويقول طيب كلامكم جميل، ولكن أنا مثلا طبيعة عملي فيها ضغط، أعاني من كل هذه الأعراض، فكيف أتجنب أن أصاب بالاحتراق النفسي؟ جميل جدا. إذا أنت عملك الآن يتطلب منك ضغط نفسي، مثلا خلينا نقول احتراق نفسي، عندك الاحتراق قوي جدا، في شيء اسمه التنفيس الانفعالي، يعني معليش أنا حتى لو كنت مضغوط نفسيا أنا بنفس انفعاليا عن طريق الرياضة، عن طريق برنامج ترفيهي، عن طريق برنامج تسوق، عن طريق برنامج رحلات، عن طريق جلسات بعض الأصدقاء، بما أني أنفس الانفعالات. لكن تكبت هذه الأشياء يتحول إلى ضغط نفسي، الكبت هذا يتحول إلى الأمراض السيكوسيكوماترية، الأمراض النفس جسدية، بالنهاية حتدفع الثمن غالي. وترى كثير من الناس، يعني هذه أنا أوجهها رسالة من المنبر هنا، كثير من الناس يمر في مرحلة الإنذار، كثير من الناس، ترى 70% إلى 80% في العالم كله هو مضغوط نفسيا،
عندنا ضغوطات الأسرة، ضغوطات العمل، ضغوطات المعيشة، ضغوطات الحياة، ضغوطات طبعا ما يمر علينا من صعاب وأمراض، هذه كلها ضغوطات. لكن الضغط النفسي هذا يعطيك أول مؤشر، كان يقول لك انتبه انتبه، أنت مش تاكل، أنت ما تنام جيد، أنت عندك مشكلة الآن بالتفكير، جالس تفكر كثير. رسائل المفروض ننتبه لها، هذه رسائل تسمى مرحلة الإنذار في الضغط النفسي. بعد كذا أنت ما حليت هذه المشكلة، تقول لا معلش بتعايش معها، خليها معاي ونبغى نمشي، أنت حتمشي الآن، لكن بعد كذا المقاومة اللي أنت جالس تسويها تتحول مرض. يعني تخيل صار معك مرض الضغط فجأة، لأن النفس ما قدرت أنه تسيطر على هذا الضغط، حولته إلى الجسد، ترميه تقول خلاص أنا نفسك تعبت، خلي الجسد يحوله مرض الضغط، يحوله مرض السكر، يحوله مرض قرحة المعدة، يحوله مرض القولون العصبي والهضمي، يحوله مرض القلب، يعني عملية انتقال إلى أمراض الآن. وهذه المرحلة الخطيرة اللي معليش ما في خط رجع. كان في البداية بإمكانك لما كان مرحلة الانذار أنك تدارك هذه الأشياء بالضبط. الحين خلينا نروح إلى طرق العلاج عشان نتخلص من الاحتراق النفسي. حابين ناخذ طرق العلاج الشخص مع نفسه، وأيضا لما يروح عند أخصائي نفسي. أنا دائما أنصحهم أقول شوف، أول حاجة الصحة هي التاج الذي يبحث عنه الأغنياء والفقراء والبؤساء وكل من في هذا العالم. إذا فقدت الصحة، حتى لو أعطيك المنصب والوجاه والجاه والمال ما له قيمة، لأن الصحة اللي بتحركك في هذه الأرض قد اختفت من المشهد. أنا أقول دائما لا تعطوا الأشياء أكبر من حجمها، لأن الإنسان بيمر في مرحلة قصيرة من العمر. صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. ممكن تروح 80 85، بس هذه فئة قليلة جدا. إذا كان هذا العمر القصير، ليش أحرق نفسي؟ إذن لابد أني الآن أحط لي برنامج، أنه والله أحط لي برنامج ترفيه، تسوق، أصدقاء جيدين، رحلات، أستمتع وشارك، ما أخذ هذه الدنيا كأنها يعني خلاص هي معركة حياة. إذا وضعتها معركة حياة حتدفع الثمن بالنهاية، الوقت حيغلبك لأنه العمر قصير. وأتعلم الذكاء العاطفي من هالناحية، كيف أدير مشاعري. صحيح، الذكاء العاطفي مطلوب، أنك لابد أنك تساير البشر وتعرف توجهاتهم ونفسياتهم وأشياءهم، وبناء على هذا حتتعامل مع الاتجاه اللي أمامك. إيش يبغى تعطيه على اتجاهه عشان ترتاح وتريح اللي أمامك. أكيد. اليوم شنو أهمية أن يكون عندنا شخص شريك، سواء كان زميل، زوجة، أخ، أيا يكن، يساعدنا في عملية التجاوز أو يحذرنا في موضوع الإنذار مثل ما تفضلت أستاذي؟ والله مرحلة الإنذار أحيانا يكون شريكك هو المؤلم بحياتك، هذا البؤس لما تكون عندك زوجة نكدية، حيكون عندك بؤس في الحياة، مش حيكون عندك مرحلة الإنذار، حيكون عندك مرحلة الاحتراق، هذه حقيقة. البؤس لما يكون عندك صديق سيء في حياتك، نعم، يعطيك الطاقات السلبية وتتصور أن هذا الإنسان جالس يعطيك كل شيء بالعالم سيء، وأنه العالم لا يستحق أن يعاش، وأن هنالك أمراض وبؤس، ويسكر لك يعني فجوة الأمل في الحياة. هذه والله البؤس في حياتنا كبشر. أنا أقول دائما انتقل بيئات الإيجابية والأصدقاء الإيجابيين والبرنامج الإيجابي، تستمتع في حياة جميلة، تستمتع بحياتك وتحقق أهدافك. إذا كنت مع البؤساء لا تتوقع أنك حتحقق نتيجة إيجابية. بالضبط. هل الاحتراق النفسي من شخص لشخص، يعني مثلا نقول يجي دفعة واحدة بقوة، مثلا عندهم هذه الهشاشة النفسية اللي مثلا طبيعة نقول تربيتهم كانت سيئة في البداية؟ أكيد أختي الكريمة، الإنسان البؤساء اللي جو من تربية مؤلمة وأصدقاء مؤلمين وبيئة يعني مقزمة يعني مهمشة لهذا الإنسان وظلم بداية حياته، الضغط النفسي حيكون عندي أنا شخصية حساسة متألمة، أي سقطات وندبات في الكبر تضربها حتؤديها إلى الاحتراق إلى أمراض. لكن لما يكون عندي شخصية مرت في تجارب جميلة ووالدين جميلين ومرت لها على بؤس وشقاء وكانت حياتها جميلة، لما يجيها الاحتراق النفسي الضغط النفسي حتتوافق نفسية، لأنها مش شخصية حساسة، لأنها شخصية متماسكة. لكن الشخص الحساس لا، هو اللي مر يعني معليش بسقطات وندبات وكانت بدايته يعني من البؤساء في الأرض. أكيد. اليوم هل الطبيعة الجغرافية على سبيل المثال تأثر على مثل هذه الأمور؟ لنفترض اليوم الحمد لله أننا نعيش في أمن وأمان في منطقة الخليج، الناس في الدول الأخرى في الظروف المعيشية الصعبة في بعض الدول، هل هذا الموضوع ممكن يكون عندهم بشكل أكبر بسبب عدم الاستقرار؟ خلنا نقول شيء طبيعي، انه اذا ما كان عندك يعني شفنا الزلازل البراكين الزلازل التي كانت في تركيا وسوريا، كانت يعني مؤلمه جدا.
هؤلاء الآن يقعون تحت الضغط النفسي، حتى أبنائهم وزوجاتهم هم أساساً لا يستطيع أن ينام مرتاح لمدة، ممكن الآن مدة 6 شهور ترى يعيش في قلق كبير، في توتر كبير، مضغوط نفسياً، ما يدري في هزة ما في هزة، في زلزال ما في زلزال، يكون تحت الأنقاض، فوق الأرض، تحت الأرض، هذه أشياء مخيفة. ليش؟ لأن الذاكرة الآن جالسة تصور المشهد اللي أمامه الآن، لأن عندنا الذاكرة قوية جداً. فنقول إنه البيئات مساهمة، إحنا الحمد لله نعيش في أمن وأمان وصحة واستقرار ودولة عادلة، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالشيء الطبيعي نكون نعيش في استقرار، بالعكس احنا يعني نملك السلام النفسي مع ذواتنا ومع محيطنا الموجود معنا، وهذه يعني اكبر نعمة من الله حقيقي. هذه نقطة مهمة ايضا تدخل في الاحتراق النفسي. حابين بعد ناخذ منك نصائح اخيرة تقدمها، وخاصة للاهالي عشان ما يكون هم البذرة الاولى في نفسية الطفل لما يكون عنده هذا الاحتراق النفسي فيؤدي إلى أمراض جسدية يعني وخيمة. أنا أقول دائما هذه نصيحة للناس كلهم، أنتم في الحياة حتمرون عبور، يعني بالنهاية الحياة هي عبور، يعني فترات قصيرة، لا تستحق كل هذا العناء والمعارك والألم والشقاء. يعني حاول أنك تعيش حياتك بطريقة جميلة سلسة من البداية، يعني معليش رب أبنائك على الحب والحنان والاحتواء والعاطفة، عشان يخرجون لنا يعني ناس سليمين نفسيا. لما تواجههم صعوبات الحياة ما يمر في عملية الضغوطات النفسية، يكون عنده مرحلة السواء والتكيف مع الموقف، ويستمتع في رحلة جميلة في عالم جميل. أمانة إحنا اللي خذنا رحلة جميلة أمانة أستاذ فهد بن مسلم المستشار النفسي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عزيزا علينا من استديو حايل في برنامج صباح السعودية. نكمل مشوارنا الصباحي مع ضيوفنا بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. بدأت يوم أمس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بتقييم وترشيح الطلبة الفائزين واللي يمثلون المملكة في المسابقة، بإذن الله راح تنطلق في شهر مايو القادم في آيسف 2023. للحديث بتفاصيل حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، معانا الدكتور نزيه العثماني. صباح الخير دكتور. صباح النور والسرور وصباح الموهبة والإبداع. يعطيك الصحة والعافية دكتور. بداية خلنا من خلال وجودك معنا عبر هذا الاتصال نوضح للسادة المشاهدين الخطوات المسبوقة لاختيار الطلبة الممثلين للمملكة العربية السعودية. هي رحلة تبدأ دائما في بداية العام الدراسي في شهر أغسطس، يرفع الطلبة الراغبون بالمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مشاريعهم وأفكارهم على منصة إلكترونية تشارك فيها 143 ألف طالب وطالبة. ما شاء الله. يتم بعدها مطالبتهم برفع تفاصيل مشاريعهم، ونزل العدد إلى حوالي 16 أو 17 ألف مشارك رفع معلومات متكاملة وكاملة في المشاريع. بعدين يتم مرحلة الفرز الإلكتروني، بعدين التحكيم الإلكتروني، حوالي 70 محكم يمروا على كل مشروع يحكموه شخصين، ويتم اختيار أفضل 360 مشروع نقسمهم على جدة والرياض والدمام. كل 120 طالب بيحضر البوستر تبعه والملصق تبع مشروعه ويدافع عن مشروعه أمام لجنة من 7-8 أشخاص، لنختار من 360 أفضل 160 مشروع
اجتمعوا مرة أخرى في جامعة البترول والمعادن جامعة الملك فهد، ويتم تحكيم كل مشروع 4 مرات من 4 مختلفين لاختيار أفضل 40 طالب وطالبة. الأفضل 40 هذولا اللي تم اختيارهم كانوا في ورشة 3 أيام مع 22 مختص نراجع كل مشاريعهم ونراجع خططهم البحثية لاختيار أفضل 35 سيمثلون المملكة إن شاء الله في شهر مايو القادم في معرض آيسف للعلوم والهندسة في أمريكا مع طلبة من حوالي 70 دولة 2000 طالب وطالبة. فالكم التوفيق يا رب بإذن الله. تحدث عن المشاريع دكتور، لكن حابين شوي تفصل يا ترى إيش هي نوعية المشاريع الخاصة فيها اللي بيخوض لها طلبة بإذن الله في مجال التنافس؟ طبعا نحن في حوالي 12 مجال، في الكيمياء، علوم المواد، في الطاقة المتجددة، في مشاريع لإنتاج الهيدروجين، في مشاريع لتنقية المياه والبيئة، في مشاريع في الأسمدة والنباتات وزيادة المحاصيل الزراعية، في مشاريع في الأمن السبراني، في مشاريع في التعرف على سلوكيات المجتمعية وسلوكيات الناس، في مشاريع يعني متعددة في مجالات متقدمة جدا، بعضها حقيقة تعتبر في المواضيع الحيوية في مجالات تخصصها زي ما يقولوا في آخر ما توصل له العلم، والشباب ما شاء الله وهم في أعمار مبكرة بيشتغلوا فيها وبيساهموا باللي يقدروا عليه في إنتاج بحوث ومخرجات متميزة فيه. أكيد اليوم الأهم من كل هذه المشاركات هو تمثيل الوطن في هذه المحافل العالمية، لكن أنا جاني فضول دكتور يعني في عملية اختيار المشاريع التي تمثل مرحلة التصفيات هذه، الفريق اللي يعمل على فلترة وتقييم هذه المشاريع، الأسس اللي يعمل عليها من أجل اختيار الأفضل لتمثيل المملكة. الأسس تركز بشكل كبير على منهجية البحث العلمي اللي استخدمها الطالب، هل سوى بحث كامل، هل أجرى تجارب بشكل كامل، هل التجارب اللي أجراها بشكل مستقل وعنده معرفة خلفية علمية جيدة عنها، النتائج تبعته مدى إضافتها للمخزون العلمي المرتبط بالجهة اللي الموضوع اللي اشتغل عليه، قدرته على إيصال الفكرة وقدرته على العرض. يعني الورشة 3 أيام الماضية يدخل الطالب وهو أولى ثانوي أمامه ما لا يقل عن 8-9 دكاترة، كل واحد فيه مختص، ويقف لمدة 15-10 دقائق يدافع عن مشروعه ويستقبل أسئلة من كل حدب وصوب عشان نشوف كمان مقدار تحملهم للضغط ومقدار قدرتهم على التعامل مع التساؤلات التي قد تكون أحيانا من خارج الصندوق تماما، عشان يكونوا قادرين على تحمل المنافسة في أمريكا، لأنها حقيقة منافسة قوية جدا وتعتبر من أقوى المنافسات في البحث العلمي على مستوى طلبة المدارس في العالم. فنحتاج فعلا أن الشباب يكونوا مهيئين بشكل يمكنهم من تحمل الضغوط، لأنه هناك ممكن يجي الطالب الواحد 12 إلى 14 محكم خلال يوم كامل، والمحكمين يتفاوتون، بعضهم متساهل داعم وبعضهم يأتي كده مشكك وفارض عضلاته زي ما يقولوا. وشبابنا ما شاء الله فيهم القدرة والهمة، هذه همة طويق يعني اللي دائما سمولي العهد يتكلم فيها، الشباب لو حطوا في بالهم هدف ما يرتاحوا إلا لما يتحقق، مفخرة حقيقة. أي واحد جونا زوار كثير، حتى الدكاترة كان عندنا 22 دكتور من حوالي 17 جهة موجودين، كلهم يقولوا مستوى هذول الطلاب مع إنهم أولى ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي لكنه لا يقل عن طلبة بكالوريوس وأحيانا حتى طلبة ماجستير من قوة مشاريعهم ومن عزمهم كده بالشباب حقيقة. يعني دكتور عطيتنا يعني زي ما نقول حماس قوي إن راح يفوزون بجوائز عدة زي ما شرفونا أيضا بياسين اللي فاتت، يعني يعطيك ألف عافية، شكرا كثير على إشرافك وأيضا على زملائك. يعطيك العافية نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة الدكتور نزيه العثماني، أكيد بالتوفيق الطلاب والطالبات من الحين قد أحاتيهم على التجربة هذه. إن شاء الله إن شاء الله نشوف إنجاز يسجل باسم المملكة في هذا المحفل الكبير. مشاهدي الكرام لا تروحون بعيد، فاصل قصير وأكيد لنا عودة في صباح السعودية.
انتم مستعدين؟ ما يصح الا الصحيح، حتى الجمهور مو قادر يصفق. لا بعفوية وعد وصدقها وخفة دمها وتألق ضيوفها على اختلاف مجالاتهم. اقسم بالله ماني راكبه. الوقت يمر بدون ما تحسون فيه. I love you guys very much. أروح من هذي أرضي. أغار من قلبي إذا هام. الموت بينادي صاحبه، يجي ميتة وفين؟ ربنا وحده اللي يعلم. الأرض واخدها وداري حكفلها. هذا الحرامي ملوش مكان وسطين. من ميتة الكلاب تقدر على الأصول. احنا مش هنسكت. اللي رجعوا تاني مش كلنا خلصنا منه خلاص. ده بيكره بحر كره العام. العيال دي لازم نجيبها في اسرع وقت ممكن. كله بسبب بحر. انا صبرت كتير وخلاص صبري نفد. الحكومه ممكن تطب في اي وقت. ولاد الراوي ما يبيعوش بعض ولا بكنوز الدنيا. هقطعهم بسنان. انا عايزك تقلب الجزيره من اولها لاخرها. بحر من الأحد إلى الخميس 11 مساء على السعودية. ما أعتقد أنه في سايح ويروح الكوبي. شو نفرض نقدم شيء جديد؟ هنا بدأت القصة. مشروع السياحة والضيافة الأكثر طموحاً والوجهة السياحية الفاخرة في هذا الكوكب. تجارب جديدة تتوجها وجهة البحر الأحمر، وجهة سياحية عالمية وسعودية في نفس الوقت. جميع المشاريع القادمة ستعكس الهوية العمرانية لمنطقة الباحة. يتم العمل في هذه المشاريع مع شركاء عالميين. كل هذا الطموح والتخطيط يتجلى أمامنا هنا في شرق السعودية. هيكون له قيمة إضافية كبيرة لاقتصادنا. هنا بدأ إنه أنت تشوف الرؤية تتحول إلى واقع. المشروع الثلاثاء 7 مساء على السعودية. صباح الخير على كل من انضم لنا حاليا في صباح السعودية، وكالعادة مستمرين حول المنتدى السعودي للإعلام اليوم وبكرة بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا صراحة مبسوط لأن زميلنا بنفس الاسم السمي. راح ننتقل للزميل سلمان السليس مرة أخرى، والكلمة لديك سلمان. شكرا لك سلمان، شكرا لك آمنة. طبعا مستمرين في تغطيتنا لمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية، والذي يحظى بحضور كبير جدا من رواد وصناع والخبراء في هذا القطاع، قطاع الإعلام. يضم بجانبي الآن الأستاذ جميل الذيابي، الخبير في الإعلام السعودي وفي الإعلام العالمي أنا أسميه. جميل الذيابي رئيس تحرير عكاظ، حياك الله أستاذ جميل. أستاذ جميل، اليوم احنا الرياض تحتضن هذا المنتدى السعودي كما احتضنت غيره من القمم التي اثرت في العالم، القمه الاقتصاديه، القمه السياسيه، القمم، عده قمم. اليوم المنتدى ماذا يمثل لكم انتم كاعلاميين؟ طبعا شوف، ان تحتضن الرياض مثل هذا المنتدى بوجود هذه الاعداد الكبيره والكثيفه في قاعه في وسط الرياض، أنا أعتقد أنه هذا واحد من الإنجازات، وهذا يتسق مع رؤية المملكة 2030 ورؤية ولي العهد عراب الرؤية والتغيير الأمير محمد بن سلمان. حنا كنا بحاجة لمثل هذه الملتقيات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الإعلاميين سواء القادمين من خارج المملكة أو أيضا في داخل المملكة، واليوم إحنا نلتقي بهم هنا ونتحاور
ونتناقش ونحكي عن المستقبل ونتحدث عن ما المنجزات السابقة وإيش اللي ممكن نضيفه للعمل الإعلامي والعملية الإعلامية. أنا أعتقد أنه هذا يعني واحدة من رؤى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللي الرياض استضافت سابقا قمة المملكة 2030، القمة الاقتصادية، أقصد ليست قمة اقتصادية 20، لا قمة الاقتصاد 2022 أو 2020 في وقت جائحة كورونا. لذلك التاريخ شوف لاحظ في عز الجائحة وتمكنت ونجحت، وكذلك أيضا واحدة من الدول المهمة أيضا ضمن مجموعة 20. والأهم من كل ذلك أنه الرياض هي وجهة أيضا وعاصمة للقرار السياسي وزعيمة للعالمين العربي والإسلامي، والكل ينتظر. ويعني شوف هذا واحد من المشاهد، تسمع التصفيق والحضور والحميمية وهذه الوجوه الكثيرة والمؤثرة سواء في صناعة الإعلام أو أيضا بالآراء وأيضا النقاشات. أنا أعتقد أن هذه انعكاسات إيجابية كنا بحاجة إليها، كانت الرياض تنتظرها، واليوم ها نحن نعيش اللحظة وأيضا نؤثر بها ونتأثر بها. أستاذ جميل، أنت تحتلها وتقول أنا أحسد الجيل هذا وحظيظ الجيل هذا في وجود شخصية مثل شخصية محمد بن سلمان. اليوم إحنا كنا في السابق نبحث عن هذه المنتديات في الخارج، اليوم في السعودية، والمخرجات اللي تتوقعها اليوم في المنتدى وشو المتوقع؟ طبعا شوف لابد لكل منتدى وملتقى وحتى لو شخصين بس يتحاورون يكون هناك ردود أو يكون هناك مخرج. هذا الشيء اللي أنا أشوفه في المنتدى الآن، يا أخي شوف عدد المشاركين، شوف حجم المتحدثين، شوف الشيء اللي أنت تشوفه أمامك. فقط كنت أتمنى كل واحد يعني خلف الشاشات أنه يجي ويشوف هذا المشهد بعينه، على أساس أنه فعلا لا يرى أنه أحد يبالغ أو أحد يتحدث بشيء من باب أنه المديح والإطراء للمنتدى كونه إعلامي. أنا أقول لك محظوظ هذا الجيل فعلا، أنه شخصية الأمير محمد بن سلمان عرفت ماذا تريد أجيال المملكة العربية السعودية، وأنه قال كلمة وعبارة الشهيرة أنه طموح السعوديون هو السماء. ولذلك كلنا اليوم هذه طموحنا، هذه طموحاتنا، هذه تطلعاتنا، هذه رغباتنا، هذا إحنا المفروض أنه ننتقل إلى المرحلة اللي فعلا تصنع من السعودي ومن نجومية السعودي شيء يستحق أن يقول عنه العالم هذه المملكة العربية السعودية. وأنا أؤكد لك وأبصم اليوم وإحنا اليوم في مطلع 2023 إن السنوات القادمة حتى 2030 سترى مملكة يعني تعمل ليل نهار من أجل أن تسبق العالم لا تسابق العالم. شكرا لك جميل. شكرا شكرا, شكرا لك الأستاذ جميل الذيابي رئيس تحرير جريدة عكاظ. طبعا أمانة احنا اليوم الفئة او طلاب الجامعات حظيظين جدا في مثل هذه المنتديات التي يلتقون في الخبراء وصناع القرار في هذا القطاع. بالفعل احنا حظيظين جدا في وجود شخصية وشخصية مختلفة تماما غيرت العالم مثل شخصية سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان. نعود لكم الزملاء في الاستوديو. يا هلا، يعطيك العافية سلمان، شكرا لك، وإن شاء الله بعد نشوف تغطيات أخرى بكرة، ويمكن إحنا اليوم نتواجد بإذن الله يعني في جلسات حوارية كثيرة. اللي حاب يعني ياخذ تفاصيل أكثر يدخل عبر حسابهم في المواقع أو حتى تويتر المنتدى السعودي للإعلام، وكل التفاصيل متواجدة هناك من المتحدثين إيش رح يكون الحديث أيضا حول المواضيع المتنوعة خلال هذه اليومين. أنا والله تحمست أمانة للحضور، ممكن أغير رأيي على فكرة آمنة ونحضر ونستفيد أمانة خصوصا في مجال الإعلام، العلم لا يتوقف. إذن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لكم في صباح السعودية. We'll be right back.
عودة لكم في صباح السعودية، وأكيد نرحب بكل من انضم لمتابعة حلقة اليوم. عمل الأسر المنتجة فرص اقتصادية تمت إتاحتها للأسر والمشاركة في المهرجانات والفعاليات. مهرجان مزاد الإبل في الجوف فتح المجال لأكثر من 30 أسرة منتجة لعرض وبيع منتجاتهم في هذا المهرجان. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعده لنا مراسلنا من الجوف سعد الكويكبي. الأسر المنتجة أصبح عملاً متاحاً في متناول الجميع وباب من أبواب الرزق، وقد فتح المجال للأسر المنتجة للمشاركة في الفعاليات والمهرجانات، كما هو الحال في مهرجان مزاد الإبل في الجوف الذي يشارك فيه حوالي 40 أسرة منتجة. أنا جاية من الرياض ومشاركة بالتزامات إبل، وأشكر مزاد الجوف على الجهود الجبارة اللي تحانا المجال لأن نشارك معهم، ونحمد الله ونشكره علينا التقدير والحشمة والاهتمام بالمهرجان رائع وأكثر من رائع. نشكر مهرجان مزاد الإبل بالجوف على الفعاليات، وتاح لنا فرصة كأسر منتجة نعرض منتجاتنا. ألف شكر لهم وما قصروا معنا والله. وتتعدد الأصناف والبضائع التي تباع من قبل الأسر المنتجة في المهرجان. والله استفدنا من نبيع السمن والمريس والبقل والمبيعات، كل حاجة نبيعها، والدبس والمخللات، كل شيء. جزاهم الله خير وبيض الله وجيهم، والله كل اللي قايمين على المهرجان ما قصروا، كلهم بيض الله وجيهم. والله ما شاء الله، من المصورين، من المنظمين، من أهل المهرجان، من اللي جايبين بضيعهم هذه، أدعونا نستفيد. اللي عنده حاجة يبيعها يستفيد منها. كل شيء الحمد لله جابوه، حتى الفقع جابوه بهذا ويعوه. اللهم لك الحمد، وسنة خير وقي خير. فتح المجال للأسر المنتجة للمشاركة في المهرجانات والفعاليات كما هو في مزاد الإبل في الجوف يعود بالفائدة لتلك الأسر المنتجة. لقناة السعودية سعد الكويكبي، منطقة الجوف. وصلنا إلى آخر فقرة، فقرتنا الاجتماعية مشاهدينا، وهناك الكثير من الأوقات العصيبة اللي تمر على العلاقة الزوجية مسببة الكثير من المشاكل، لكن نختلف في مدى تقبلنا لها وحتى مواجهتها. البعض منهم أكثر حساسية، والبعض يحتاجون إلى طريقة يعني بعناية عشان التعامل يكون في هذه المشكلات، حلها والخلافات الزوجية تكون أيسر. فكيف إحنا نتعامل مع أحد الطرفين لو كان في حالة الزعل؟ راح تشاركنا في هذا الحديث الأخصائية الاجتماعية غزوة العمري، وإن شاء الله يعني صباحنا ما يكون فيه زعل بإذن الله. كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب، وأشكركم على الاستضافة وأشكركم على هالموضوع الجميل. نورتنا في استديو صباح السعودية أستاذة غزوة. بداية دائما احنا بناخذ طرف الرجال في هذه الفقرة أعزائي المشاهدين، دائما الرجل يقول والله احنا نتحمل ضغوطات كثيرة في العمل، البيت، المسؤوليات، فكيف ممكن الزوجة تتعامل مع هذا الضغط من أجل احتوائه والوصول إلى بر الأمان في وقت الضغوطات تحديدا؟ طيب احنا لو جينا تكلمنا عن الحياة الزوجية، الحياة الزوجية هي شراكة. طبعا الشراكة هذه فيها طرفين أساسيين اللي هم الزوج والزوجة. طبعا كل طرف من الأطراف له حقوق وعليه واجبات. أكيد. فأي خلل من طرف ممكن أنه يعكس على الطرف الثاني. فكل طرف بيكون كمرآة للطرف الآخر. فإذا الزوج أسعد زوجته أكيد في المقابل راح تسعده. أيضا الزوجة إذا أسعدت زوجها بالمقابل راح يسعدها. فهي عملية تبادلية. صحيح. خلينا نروح إلى التوافق الفكري. هل يعني تشوفين من منطلق خبرتك أن التوافق الفكري حقيقي له دور في تجاوز وقت الزعل سواء من قبل الزوج أو الزوجة؟
التوافق مطلوب يعني على كافة المستويات، تمام. لكن أنا هنا لما أتكلم عن الزعل أو أنه كيف يعني طرف يقدر مثلا يقدم للطرف الثاني أو ممكن يتغاضى عن الطرف الثاني، فالعلاقة زي ما قلت لكم تبادلية، فالزوجة أنا لا يمكن أني أحط اللوم كامل عليها، تمام، ولا يمكن أني أحط اللوم كامل على الزوج. فالزوجة عليها دور كبير، يعني حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فليش هنا الزوجة الصالحة أو أخص فيها الزوجة في هالحديث؟ لأن الزوجة عليها عبء كبير، الزوجة لها تأثير كبير، لها تأثير على الزوج، لها تأثير على الأبناء، لها تأثير على استقرار الأسرة. بس هذا ما يعفي الزوج، أكيد بالمقابل له مسؤوليات وله دور مهم في موضوع استقرار الأسرة بدون شك. لكن أنا هنا لما أتكلم عن الأسرة أنا أتكلم عن المصنع اللي ينتج لي الأفراد، أفراد المجتمع، فجودة هالأفراد تبنى على جودة الأسرة بدون شك. اليوم إحنا الرجال أمانة بعضنا يعني بعضنا الزعل عندنا زايد، يعني تلاقينا زعول بشكل كبير. لو خلينا نسأل عن الزوجة كيف ممكن تحتوي هذا الزعول وتحاول أن يعني تصل معها إلى بر الأمان مثل ما قلنا، ولكن بحذر معين لأن صفته أنه كثير الزعل. ممكن الزوجة يكون عندها مهارات معينة أنه تعرف شخصية زوجها، تعرف الجوانب، مثلا جوانب معينة ممكن تستغلها مثلا في إسعادها الزوج. ممكن أيضا عن طريق التغافل، يعني ممكن يصدر من الزوج مثلا زلة مرة مرتين بالغلط، ممكن تغافل عن بعض الزلات البسيطة، هذا في حال أن الزوج كان بحالة طبيعية. طبعا إحنا نتكلم الآن عن الحالة الطبيعية، لكن لو صار في مشاكل مثلا الزوج مثلا اضطرابات نفسية، إدمان، أي مشاكل أخرى، مثلا بعض الصفات السيئة، الشك، الغيرة، العصبية يعني كل الأمور هذه أو البخل، يعني في صفات معينة ممكن أن الإنسان يعالجها على أساس إحنا نعالج المشكلة الأساسية. ولكن في الإنسان الطبيعي لا، تقدر الزوجة، يعني إحنا زي ما نقول كل زوجة تعرف مفاتيح زوجها، نعم، فهي لازم يكون عندها مهارات أنه تفهم شخصيته على أساس تعرف تتعامل معه، تمام. العصبية إذا كانت شخصيتها عصبية فهي لازم تتكيف أو يكون عندها مهارات في التعامل مع هالعصبية. أولا اختيار الوقت المناسب للمناقشة أو الحديث، الحوار يكون في وقت هادئ، ممكن تتناقش مع زوجها عن السلبيات أو عن الأشياء، الصفات اللي ما هي كويسة فيه مثلا، بس في وقت يكون الحوار هادئ، يكون في نقاش، يكون في محاولات لإيصال وجهة النظر في كل الأمور. يعني الحوار مهم بين الزوجين، إذا ما في حوار أنا ما حليت مشكلة بالضبط. فالحوار مطلوب، المصارحة مطلوبة. يمكن بعض الزوجات مثلا تصبر أو خلينا نقول تتجاهل أو أن تقول رح يفهمها هي أو تتغافل التغافل أي أو تتغافل التغافل السلبي اللي دائما تتغافل لحد ما يوصل يوم وتنفجر. بس طيب بس الانفجار هذا ليش صار؟ لأنه ما كان فيه مسافات إنه أنا أحاول إنه أخفف من هالضغط، أحاول إنه أحاول أتناقش معه، أحاول أحل المشكلة قبل ما توصل مرحلة الانفجار. جميل، أنت ذكرتي مصطلح التغافل السلبي، كيف الفرق اليوم بين التغافل الإيجابي والسلبي في العلاقة بين الزوج والزوجة؟ ممتاز. التغافل الإيجابي يعني زلة، غلطة، تمام، فممكن الزوجة تغفر لها، يعني هو كويس بس إنه زل عليها في يوم من الأيام، غلط عليها في يوم من الأيام سواء لفظيا أو بأي أسلوب صدر منه، فهي ممكن تتغافل، تمام. لكن التغافل السلبي إنه مثلا هي شافت منه صفة سيئة فهي تغافلت لحد ما وصلت إلى مرحلة الانفجار، تمام. لا، أنت لو بديتي يعني ناقشتي في هالموضوع أو هالصفة وتحاورتي معه، أنت ممكن تكونين حليتي المشكلة قبل توصلين مرحلة الانفجار. فهذا هو التغافل السلبي اللي هو التغافل مدة طويلة لحد ما يوصل إلى انفجار ومشكلة حقيقي. يعني بعض الزوجات تقول إن في أمور رح يفهم بطريقة غير مباشرة، لكن أنا ما قد صدق أو لا إنه يقال إن الزوج لا تعالي بطريقة مباشرة، احكي عن مشاعرك كذا 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 وأنا إيش أبغى. طبعا مو باسلوب امر زي ما ذكرتي، بطريقه الحوار. ومهم جدا نفهم سلوكيات والخصائص التابعه للرجل حتى الرجل يعرف المراه، بكذا مثلا نخلق ملاذ امن في البيئه الزوجيه. صحيح.
سيكولوجية الرجل تختلف عن سيكولوجية المرأة. فالمرأة لازم تفهم سيكولوجية الرجل، والرجل في المقابل لازم يفهم سيكولوجية المرأة، وهذه تعطينا مؤشر لأهمية الدورات التدريبية اللي هي ما قبل الزواج، تهيئة الأزواج ما قبل الزواج. فإذا الزوج فهم شخصية المرأة والمرأة فهمت شخصية الرجل بيكون التعامل جدا سهل، بيكون حل المشكلات جدا سهل، بيكون الحوار سهل. صحيح. المصارحة ضرورية، يعني مو عيب إنه المرأة تيجي تصارح الزوج إنه والله فيك هالصفة مثلا مي كويسة، هالصفة مثلا فيك تضايقني. الزوج بالمقابل ما في مشكلة إنه يجي للزوجة ويقول لها هالصفة فيك تضايقني، تمام، لكن مو يسكت أو يتغافل التغافل السلبي بعدين يجي في يوم من الأيام يقول من عرفتك ما شفت منك خير. أو هي بالمقابل تقول، يقول من أخذتك مثلا ما شفت منك، وهي في المقابل تقول أنا من تزوجتك ما شفت منك يوم حلو. نعم. طيب ليش؟ ليش وصلنا لهالمرحلة؟ لأنه ما كان في تفاهم، ما كان في حوار، ما كان في حل لهالمشكلات. استاذة غزوة، بما يتعلق بقضية الحوار اليوم، كيف ممكن يكون حوارنا بناء؟ هل يكون حوار والسلام مجرد فضفضة أقول والله هذا مو بعجبني وهذا عجبني، ولا الحوار حتى له برستيج وإتيكيت؟ أكيد له برستيج وله أتيكيت وله أهداف. أنا ما أحاور لمجرد الحوار، لا، أنا أحاور لحل مشكلة. إذا أنا حاورت وحليت المشكلة، أنا هنا أكون حققت هدف، أنا تجاوزت مشكلة ممكن أنها تحصل وممكن أنها تأثر على حياة الزوجين، ممكن أنها تأثر على حياة الأبناء. فالمصارحة جدا ضرورية، أول شيء للوضوح. ممكن تكون مثلا عند الرجل فكرة، ممكن من ثقافته من تربيته، أنه تعامل معين للمرأة، تمام، فبالحوار هي ممكن تغير هالفكرة. بالمقابل نفس الشيء، يعني ممكن تكون المرأة جاية من بيئة عندها مثلا تصور معين عن الزوج وعن أدواره، الزوج نفس الشيء. فيكون هنا فيه مشكلة في الفهم أو القاعدة الثقافية لديه، تمام. فالحوار ممكن يحل هالإشكاليات كثير، تمام. الاطلاع، القراءة، حضور الدورات، كلها راح تساعد. يعني أحياناً أغلب المشكلات اللي تصير في بين الزوجين اللي هو عدم فهم الدور. يعني الزوج ممكن يكون زوج، ممكن يكون أب، ممكن يكون ابن لعائلة، أخ، عامل أو موظف، عنده أصدقاء، علاقات صداقة، عنده مثلاً مشاريع، عنده عمل حر مثلاً، فعنده أكثر من دور في الحياة. الزوجة في المقابل بنفس الشيء، ممكن تكون أم عاملة، ابنة لأسرة، ولها عدة أدوار، تمام. فأنا ما أدخل الأدوار في بعض، أقدر كل دور بحدود معينة. فما تجي المرأة مثلا أنه تلوم الزوج على انشغاله فترة أنه مثلا أغلب وقتك برا البيت. طيب أنت لو قدرتي هالأدوار اللي هو يقوم فيها، أنت راح تحطين تصور معين وراح يكون عندك قناعة ورضا، تمام. فالرضا مهم. يعني أنا ليش أحاور، ليش أوضح الأدوار؟ عشان يكون عندي نوع من القناعة والرضا. فالرضا شيء مهم علشان أتقبل الطرف الآخر، أتقبل أدواره، وأيضا أتقبل الحوار وأتقبل التغيير. صح، بالتالي راح ينعكس أيضا حتى على طريقة تربيتهم للأبناء. أكيد، يعني بشكل أوسع راح يكون طريقتهم بالتعامل مع بعض. أنا كثير بعد حبيت أنه صار في ثقافة أنهم يلجؤون لإستشاريين من ناحية الحياة الزوجية. يعني صدفنا كذا ضيف ويتحدث إن أنا عندي أحد عملائي، عميلاتي، كيف مشاكلهم، كيف إحنا داركنا الموضوع. فقد أسألت تحت الهواء، يعني حقيقي أنتم عندكم نسبة كبيرة؟ يقول الحمد لله أن هذه الثقافة صارت منتشرة عندنا، وبالعكس حلو اللجوء لأشخاص مختصين بدل أروح عند أشخاص أخذ من خبرتهم اللي ما تناسب أصلاً. صحيح. طريقة تعاملي وتعامل زوجي معي في بيئة الزوجية. صحيح، وهذا صراحة يعني مهم جداً، وجود مراكز الاستشارات الأسرية، وأيضاً المراكز أقسام الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الحكومية، جداً مهم للتدخل في حل المشكلات الأسرية. لأن المشكلة الأسرية ما هي مشكلة تختص بفرد، تختص بمجموعة أفراد ولها تأثير على مجموعة أفراد، وممكن أنها مثلا تؤثر على الأبناء. ممكن يظهر عندي أبناء باضطرابات شخصية، يلجأوا للإدمان، سلوكيات منحرفة. صح. بسبب المشكلات اللي عانوا منها في الأسرة. فزي ما قلت لك، الأسرة هي المصنع اللي يصنع لي أفراد المجتمع. فإذا كانت الأسرة بجودة عالية، النتائج بتكون أو الأبناء يكونون صالحين وبناء، يعني عنصر بناء في المجتمع بدون شك.
ختاما وبشكل مختصر، اليوم إذا حدثت مشكلة على سبيل المثال، أول خطوة للمشكلة سواء من الزوج أو الزوجة، كيف يمكن لها أن يتصرف؟ هل بالحوار؟ هل بالمواجهة المباشرة؟ هل بالعصبية؟ أسوأ شيء ممكن أنه يواجهون فيه المشاكل الزوجين اللي هو التجاهل والإهمال. أنا ممكن أتجاهل المشكلة وأقول بتنحل مع الوقت، بس هي ما راح تنحل، هي راح تسوي لي تراكمات. وممكن أنا يعني أهمل الطرف، يعني أي طرف بيهمل الطرف الثاني ما راح يكون عنده تقدير له ولا لمشاعره ولا لإحساسه ولا لاحتياجاته، فهذا يخلق مشكلة. فالإهمال والتجاهل من أسوأ الأمور. شكراً على تواجدك معنا الأخصائية الاجتماعية غزوة العمري، وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج صباح السعودية. موعد تجدد معكم مشاهدي الكرام غداً في تمام العاشرة على القناة السعودية، لذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم عمل برنامج صباح السعودية، ومع السلامة.